يعني انتوا يا سيد رفيق كنتوا معانا على الطياره؟ نعم عزيزي على نفس الطياره. يعني ايه اللي حصل الطياره؟ ايه الدبكه اللي حصل الدنيا؟ اقسم لك يا عزيزي انني رايت كل شيء بام عيني. ايوه يعني ايه اللي حصل بام عينك؟ اسمع مني الحكايه من اول الروايه وخليك معايا. النيران بدأت بالاشتعال في كل الأرجاء، نار 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 نار، ولا الرمز يلعب بالنار. ثم انقسمت الطائرة إلى قسمين، واحد سقط في الماء والثاني طار في الهواء. مش ممكن الطيارة تنقسم إلى قسمين، واحد في الهواء والآخر في الماء. ماذا حدث سيد رفيق للناجين في القسمين؟ اهدأ عزيزي، كل الحكاية بأن تمت مهاجمة من المقاتلين إلى الناجين، ولكن استطعت بالذكاء والدهاء الهروب أنا وهذه الفتاة. أيوة ده نفس اللي حصل معنا بالظبط. ولكن اعذروني، ما هذا المكان؟ ده سجن. سجن؟ أيوة سجن، وليه حكاية طويلة محدش يعرفها غير العبد لله. أصلاً بحط شوية شطة من عندي بتحلي أي سجن. أبقى أحكي لك حكاية السجن دي بعدين. معلش يا أخ لا مؤاخذة، أنا عندي سؤال، هو أنا أعرفك؟ لا أعرف. عدم المؤاخذة يعني ما تأخذش الأنسة، أصلا من ساعة وقعت الطيارة وهي فقدت الذاكرة ونسيت كل حاجة. آي 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 آي، سلامات 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 يا حبيبنا يا بلديات. الله يسلمك، ما جاوبتنيش. أصلا مش عارفة ليه حاسة إن أنا يعني شفتك قبل كده، هو شكلك مش غريب. انظري عزيزتي، كل ما أتذكره تجاهك بأنك كنت المضيفة على نفس الطيارة. أما بالنسبة لوجهي فأنا فقط من النوع الحلوف ذو الوجه المألوف فقط. حلوف؟ نعم. طب ما حصلش بيني وبينك يعني أي موقف؟ وقفت يعني أتكلم معاك أرغي معاك؟ ما تعرفش عنه أي حاجة؟ لا أستطيع أن أتذكر تماما، إننا لم نتكلم على الإطلاق. ماشي شكرا، تفضل كمل الماتش يا أخوي. ولا يهمك يا عتاب. لا عتاب أكيد بين الأشقاء، ولكن أعذروني الآن أريد أن أذهب إلى الحمام. انتظر قليلا ونذهب جميعا. عزيزي أنا أريد أن أذهب إلى الحمام، من أين الاتجاه؟ من هنا. شكرا. أنا مش مصدقة نفسي، معقولة؟ معقولة فيه ناس نجوا زينا؟ والله يا أختي أنا كنت فاكرة اللي هم ولعوا غرقوا الحيوانات كلتهم، إنما تقول إيه بقى النصيب. ودي ايه بقى الحلوه اللي بقها بينقط سكر دي؟ مين عتاب؟ عتاب اصل هي يعني تلاقي كلامها زي الدبش كده، بس هي طيبه جدا. لا يا شيخ، طيبه وايه كمان؟ يعني طيبه وجدعه وفاتنه. فاتنه وساحره. نعم. وغلسه. غلسه غلاسه يعني، دي بقى المشكله بقى، تلاقي كل الناس محدش بيطاق. انا عن نفسي ماليش فيها. لا والله. والله سيبكم انتوا، احلى حاجه ان الاستاذ بلسم اخيرا لقى خطيبته. الحمد لله يا اختي، ربنا يهنيهم. بس بقول لكم ايه، الواد رفيق الاسمر ده عليه حركات، ده انتوا ما شفتوهوش لما مسك بلسم وكتفه حته تكتيفه، فعلا زي ما قالت الاستاذه شاديه، والسمر الشداد. والله صحيح يا بلسم، عيب عليك، اللي انت عملته ده انت مدرب كاراتيه. بسم الله ما شاء الله يا باشا. ايه ده، مدرب كاراتيه وضابط شرطه؟ ده انت ملحمه لوحدك يا سعاده الباشا. ايه الحمله دي؟ ايه الاسطوره دي باشا؟ لا حلوه دي، لا حلوه. هو مدرب كاراتيه بس ولا كليه التربيه الرياضيه بقت تخرج ظباط وانا مش عارفه ولا ايه؟ بس خلاص خلاص يا هناء. في ايه؟ في ايه يا باسم؟ اسكتي. معلش هي مش عارفه يعني تشرح كويس عشان الضحك ده. هو انا اصلا مدرب كاراتيه في نادي الشرطه. كمان ما قلتليش انك سبت مركز شباب المشابك. مشابك. وعلى كده بقى معاك كارنيه عضويه ولا مبلول؟ اهو ده ما يعلقش دبوره. امال يعلق ايه؟ يعلق الغسيل. هو في ايه يا باسم؟ في ايه؟ مش عارفه في ايه؟ انا هقول لك في ايه؟ في ان العيل ده كان مفهمنا انه ضابط شرطه. قوم يلا. ليه يا امي؟ قوم تعال تعال تعال. ضابط شرطه وداير تضرب نار كل شويه. لا ركز معايا انا بكلمك. ركز معاي، ما تبصش في الارض. خلي الباشا عدل. باشا هو انتوا فجاه بقيتوا لواءات ولا ايه؟ انت هترد كمان؟ ركز معاي. يلا طلعت الظابط. بس مدرب كاراتيه.
انت فاهم يعني ايه كاراتيه؟ يعني ايه كاراتيه؟ كرا يعني الايد، وتيه يعني الفاضيه، الكلمه على بعض، الايد الفاضيه.